هبات من الجمهورية الصينية ومن سفارة الصين ومن متعاملين جزائريين وشخصيات جزائرية، وتتكون من 5,695,000 كمامة، 560,000 قناع من نوع FFP2، 15,000 وحدة كشف، 100,000 معدات للكشف، 15,000 نظارات وقائية. من اللازم أن نعطي مساعدات مضاعفة لمن كان يساعدنا منذ وباء أو منذ تفشي وباء في الجزائر، وإن الصين حكومة وشركات صينية ورجال أعمال الصيني إنهم تقدموا بمساعدات كهيبة إلى جانب الجزائري وسلسلة من مساعدات من جانب الصين إلى جانب الجزائري. وكمان جدير بذكرى، وهناك في تبرعات من سفارتي لأننا نحن نعمل في الجزائر، وكمان طبعا ليست غائبة في التبرع من سفارتي إلى جانب الجزائريين.